بسم الله الرحمن الرحيم، يتيما ذا محربة. السلام عليكم. يلا توقف. إيه؟ شبون أكل. سلام. شو اخباركم؟ انا لكم فيديو جديد وفلوج جديد. اخواننا اسمعوا، انا متحمس كثير لانه دقيقه اول شيء بعد شوي زين رمضان. طبعا انا مصور هيك متعمد عشان المهم رمضان. اليوم يا جماعه اول يوم رمضان بالضبط. اليوم حابين نصور لكم اول يوم في رمضان، سوينا هيك فلوج خفيف. ف اليوم رمضان بلش طبعا. كل عام وانتم بألف خير. بالضبط، كل عام وانتم بخير يا رب. ان شاء الله يكون شهر خير وسعادة علينا يا رب. المهم طبعا هذا اول رمضان راح نضيف الحجر المنزلي لحالك بسبب كورونا يا جماعة. يعني هيك متعودين احنا نكون دائما هيك عزايم واشياء والاشياء هاي، بس برضو مو مشكله. رمضان اجواء وما راح تتغير اكيد ان شاء الله. ويعني هيك روحانيته موجوده، شعور هيك انه الشعور الداخل اللي بيكون فينا بوقت رمضان ما بتغير. يعني اسمع لا تكتب كلام، تعال نبدا. اليوم قررنا نعمل لكم فلوج في البيت. طبعا زينا هون جاغياد وزينا هون. تعال تعال تعال. وين زينا كمان؟ طبعا يا جماعه في شغله كمان، سامحونا اذا بتلاقوا شويه هيك كركب عنه البيت، بس ولكن طلعوا شوف هون عم نسوي هيك شويه، ما بدنا نبينهم كثير عشان نخليها شوي هيك. هو قاعدين نصور احنا هون. المهم احنا يا جماعه عم نستغل برضه فتره الحجر المنزلي بالتصوير بالانجاز، عم ننجز بنصور اشياء كثير. ف شو بدنا نحكي؟ فالمهم يلا كمل الفلوج. يلا المهم جدو اياد، اهلا وسهلا جدو اياد. جدو اياد صايمين؟ اه. انتوا الاثنين صايمين؟ اه. يس بروبليمو؟ اكيد اكيد. برافو والله. المهم جدو اياد طبعا هذا يعني اول ما حدا من هون افطر هون يمين يسار ولا حدا صح؟ لا اكيد اكيد. انا ما شفت، انا ما شفت بس يعني بتعرفوا. المهم طبعا جدو اياد هذا اول رمضان يصوموه. شو شعوركم جدو اياد؟ ايش؟ تعال شو شعوركم؟ متحمسين تصوموا رمضان كله؟ راح تصوموا 30 يوم؟ 30 ولا شهر؟ هو شهر 30 يوم. 30 يوم بيجي. طيب اسمع اسمع جد جد، عندي فكره عندي فكره. المهم شو بدنا نعمل؟ يعني باقي للفطور ساعه وشوي تقريبا، حتى ساعه بالضبط. ساعه ساعه ساعه, ساعة صح. المهم فاحنا خلال هاي الساعه بدنا نستغل الوقت. فشو بدنا نعمل؟ طيب احنا اول شيء صلينا العصر صح. موضوع الصلاه جدو اياد، وين الجداول تبعتكم؟ وين الجداول تبعتكم؟ روح جيبوا الجداول تبعتكم. طبعا يا جماعه احنا مسويين فكره كثير حلوه لجنى وجدو اياد اللي هي جدول الصلاه. طلعت الجدول هذه على الصوم. جدو اياد عمل لهم جدول اللي هو اسبوع من كيف جدول المدرسه من الاحد للخميس. اوكي لا سوري، سبع ايام. سبع ايام اثنين ثلاثة أربعة خمسة سبع أيام الأسبوع. طبعا فكرة الجدول إنه عنا السبع أيام خمس صلوات وعنا الخمس صلوات، فجر ظهر عصر مغرب وعشاء. كل ما واحد فيهم بيصلي الصلاة بنحط له صح تحت هذا أو تحت الصلاة اللي صلاها. مكتب اسمنا هون. أعطيني أشوف. طبعا هون عنا زي ما حكينا بكتبوا اسمهم وهكذا. فهاي الفكرة كثير لطيفة عشان يحفزهم على الالتزام بالصلاة في وقتها بالذات. فعليا جد جد بلشوا يلتزموا خلص بالصلاة، يعني فعليا كل صلاة صلاتها وصاروا يلتزموا. وطبعا لما يلتزموا بالصلاة خلال الأسبوع مثلا بيكون لهم هيك جائزة تحفيزية عشان برضو يكملوا في التزامهم exactly. بالصلاة. exactly. فهاي الفكرة لطيفة. المهم هلا بدنا نعمل إشي. شو بدنا نعمل؟ بدنا بما إنه باقي ساعة للأذان. أوكي. وإحنا بدنا نستغل هذا هاي الساعة. شو بدنا نعمل؟ نقعد إحنا هلا إحنا كل إحنا الأربعة أنا وأنت وجد إياد. ونقرأ قرآن. يلا. شو رأيك؟ جاهزين جد إياد؟ وين إياد؟ إياد لسه بال بال. شو اسمه؟ رجيفة. رسيفة. ايش مال رسيفة؟ غربان. هلا بظبط لك اياه بس نخلص شو اسمه القراءة. هو بدنا نقرأ القرآن. يلا نقرا. انت انا سمعت هيك بحكوا صوتك حلو. انت بتجود صح؟ بتعرف التجويد؟ بترتل صح؟ في القرآن صح؟ تد والله. طب يلا هلا بنسمع. جيب المصاحف على الصومي. يلا جيب المصاحف. خذ جيب المصاحف يلا. ممكن انا اقرا صوت البلد. اللي بدك هلا بنشوف. اختار صوت البلد. هلا بنشوف. طبعا هون عندنا ورشه برضه، ورشه عمل هون عم نصور عم منتج. سوري هون المكتب تبعي وهون مكتب عصومي عصومي's games. المهم تغلب تحديات ما لها علاقه مو هي مصاحف. هاي مصاحف
يلا يلا تفضلوا تعالوا شو اسمه مصاحب. نقرا. اوكي يا جماعه كل واحد ياخذ. تفضل جادو. طبعا احنا بدنا نسمع هلا اكثر شيء اياد وهو بيقرا. نسمع وجاد طبعا اكيد برتل. يلا اكيد شو بدنا نقرا؟ اي سورة؟ سورة البلد. سورة البلد. سورة البلد. يا بدي اقرا سورة البلد. سورة البلد اي صفحة؟ اي صفحة سورة البلد؟ هيها صفحة 594 549 594 قصدي 594 يلا اياد ابدا. لا لا خلي جاد من يمين. من يمين نبدا من يمين. يا اياد ايش راح يقرا؟ كلنا نقرا سورة البلد. كل شيء واحد واحد. لا ما هو مقاطع. لا لا اول شيء مقاطع. سورة البلد. يلا انا بدي الفجر. ما هو هلا خلص البلد بعدين نروح الفجر. يلا يلا واحد اثنين ثلاث. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. علي صوتك. بسم الله الرحمن الرحيم. لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان في كبد. أيحسبوا ألن يقدر عليه أحد. خلاص تمام. أنا دوري. بس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. يلا يا كمل. يلا فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكين. يا حبيبي مش ما مقربة مقربة عادي هي لأن ما في ألف ممدودة. بنحكي وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. يلا دور. اوكي يلا. ثم كان من الذين امنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمه اولئك اصحاب الميمنه والذين كفروا باياتنا هم اصحاب المشأمه عليهم نار مؤصده. صدق الله العظيم. حافظها كلها. احسنتم. احسنتم. جد جوعان خلاص. يلا هلا شوي بجهز الاكل. يلا شكرا لكم. هلا شو بدنا نعمل؟ بدنا نجهز السفره. طب شو رايكم باكتيفيتي صغير؟ شو الاكتيفيتي اللي عندك؟ شو بتقترح؟ يعني هيك نصلح الريسيفر. هلا وصل لك الريسيفر. المدفع. بس اول شيء بدنا نجهز السفره. اوكي يلا نظبط السفره. يا اخوان على سيره الاكل شوف 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 الله اكبر. شو هاي؟ شو بتسوي جنى؟ شو هاي؟ انها شوربه الخضار. طب ماما بما انه جنى طبخه شوربه انت شو عامله؟ انا بصور. لا لا جد شو لا شو طبخه جد؟ شو فطورنا اليوم؟ مقلوبه. الله مقلوبه ماما. مقلوبه طبعا. ها هون شوفي هي هون لسه لا وين الرز؟ هي شوف تعال نشوف. ماما ما في رز. الله دجاج. اوكي اخوان طبعا مقلوبة هي زهرة وهي بطاطا. طبعا انا وليد ما بحب الزهرة كثير. انا بحب البطاطا اكثر شيء. بس اصلا اصلا عندنا هون شوربة اقوى شيء بالدنيا يا اخوان. اقوى شيء بالكوكب. المهم ماما يلا يلا خلص خلينا نطلع. ما حنزعجكم احنا اسفين. جد والله نسيت؟ انت ناسي؟ طب ابلعها عادي. عادي ابلعها والله عادي ما فيها شيء. لا اسمها رأي يعني ربنا عادي عادي حلقات مو قصده. هو مو قصده والله ناسي جد. طيب اشرب مي اشرب مي عادي اشرب مي مو مشكلة يا قلبي انا اشرب مي خلق يا روحي. بسم الله هو مسكين خفاك. اسمع معاجك دقيقة لحظة انا صايم. عادي 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 ما بيفطر حتى لو اكل. طيب لسه معلقة نزلت خلاص يلا شاطر.
رجعنا يا اخوان. هم جد صايمين يعني، جد فعلا جد صايمين هو اياد، فما بعرف صراحه كيف. مش والله اني اياد اه والله. انت اسمع شو اكل ذا، ما بيفطر اذا افطر بالغلط. لا ما بيفطر. بسيطة بسيطة بسيطة. يلا عادي عادي عادي. يلا كمل صيامك عادي، كمل صيامك عادي. حرق الشوربة. اسمع شو اكلت، زهرة ولا بطاطا؟ زهرة ولا بطاطا اكلت؟ لا اكل فليفلة. تعال انا بدي اياك موضوع. ايش ذاك؟ يلا ضبط. طيب يا جماعة باقي للأذان تقريبا ربع ساعة. 10 دقايق. اوكي 10 دقايق. طبعا هاي عارفين، هاي بس مخصصة لرمضان، هاي بنفرش فيها السفرة بس برمضان. يلا هون هون يلا ساعد. تعال ساعده اياد، بدنا صحونه معالي. يلا يلا بسرعه 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 بسرعه. قول لماما بدنا صحونه معالي. شوك كم صحن؟ احنا كم واحد؟ سبعه. وينهم؟ يلا يلا اياد يلا ظبط منيح هيك. حطينا وفرة رمضان. هيو يلا هذول. هذول الشوربه للشوربه. هذول ما بطلع الا برمضان. والله جد بس برمضان. ورشحوني الثاني جوا. هيا والهاي الصغيره. لا الصغار هناك هناك جهه الثانيه. شوف هيهم. ايوه جاهز ارمي. اوكي يا جماعه هلا الفقره المنتظره كل سنه. لا منتظره. هلا ايش بيضربوا المدفع بعدين بياذن المغرب. هيو ها يلا وقفوا زيهم وقفوا زيهم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. يلا يلا جاهزين. صور صور. جاهز جاهز جاهز. وأذن المغرب. أول أذان مغرب في يوم رمضان. لسه بأذن. هيو الله أكبر الله أكبر. يلا جيبوا لنا التمر. التمر وين التمر؟ جنى جيب التمر. جنى الله أكبر الله أكبر. ماما أنا أكل حبة. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. جناوي ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. أول يوم رمضان 100 100. أعطيه أنا بابا. روح أنا والله. شو الأخبار؟ وين مختفي حج؟ بتحكي مع أخونا أبو فارس السلاوي. بتطلبوا يعني أشياء؟ في لا لأنه بأذن بعد ساعة. بالأردن بعد ساعة؟ بعد ساعة. فإحنا أفطرنا قبل. إحنا أفطرنا قبلهم ساعة. فبنقول له ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. اول يوم دن. يلا تحياتي لابو فارس. احلى تحيه لابو فارس وجوجو ولولو والعائله الكريمه وفارس الجميل. انا تقبل ضحكتكم حبايبنا. اوكي اخوان شفت كيف الروتين العائلي؟ قرأنا القران ورتبنا جدول لجادو اياد الصلاه. هذا اهم شيء صراحه. شيء كثير جميل. كان صراحه جو خرافيه. طيب يا جماعه عصومي غشني قبل شوي سوى النهايه لحاله. بس هيك بنكون وصلنا لنهايه الفلوق. ان شاء الله يكون عجبكم. هاي كانت اجواءنا لاول يوم في رمضان بالضبط. طبعا راح نصور لكم ان شاء الله فيديو ثاني نفرجيكم شو فقراتنا بعد الافطار. راح نسوي فيديو ثاني ان شاء الله. ان شاء الله يكون عجبكم هذا الفيديو. لا تنسوا تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وضغطوا على الزر عشان يوصلكم كل شيء جديد. ولا تتابعونا على موقع التواصل الاجتماعي. راح تلاقوا رابط تحت بالديسكربشن. ونشوفكم حلقات ثانيه. مع السلامه.